السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم إخواتي وأصدقائي، رب تكونوا دايما بخير كل لحظة وحضراتكم بخير وصحة وسلامة. أقدم لكم في هذا الفيديو أسعار الدولار والعملات ليوم الجمعة 24/5/2024 من قناتي أنا وحياتي، فضلا منكم وتكرم أتمنى تشرفوني وتنوروني باشتراك ولايك. أولا أسعار الدولار والعملات في السوق السوداء: الدينار البحريني سجل 122 جنيه 41 قرش، ريال القطري 12 جنيه 66 قرش، ريال العماني سجل 119 جنيه 89 قرش، الجنيه الاسترليني 58 جنيه 73 قرش، سعر الدينار الكويتي النهارده في السوق السوداء 150 جنيه 36 قرش، سعر الدرهم الاماراتي اليوم في السوق السوداء 12 جنيه 56 قرش، سعر اليورو اليوم في السوق السوداء 50 جنيه 2 قرش، سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء 12 جنيه 30 قرش، سعر الدولار الامريكي اليوم في السوق السوداء الشراء سجل 49 جنيه 14 قرش والبيع سجل 50 جنيه 9 قروش. أسعار صرف الدولار والعملات في البنوك: الجنيه الاسترليني سجل 59 جنيه 36 قرش، الدينار الكويتي 147 جنيه 42 قرش، اليورو 50 جنيه 58 قرش، الريال السعودي النهارده في البنك سجل 12 جنيه 40 قرش، سعر الدولار الأمريكي اليوم في السوق في البنوك 46 جنيه 74 قرش. بشكركم اخواتي على راسي وجودكم، في الختام دايما اسال الله لكم الخير كله عاجله واجله. دمتم في امان الله.